إن شاء الله نبقى في كلمة بسيطة ونفتح فيها باب للأسئلة إذا كان في أسئلة. مفروض كان طبعا مفروض يجي الشيخ أبو بكر لكنه اعتذر ما أعرف له ظروف. فلا شك إنه يا أخواننا أي مسلم بيعرف إنه أعظم مسألة ربنا سبحانه وتعالى خلقه لأجله هي مسألة العبادة، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعلوم أيضا أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله، وليس المقصود كثرة العبادة، وإنما المقصود أن تكون هذه العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا دعا جميع الأنبياء، وهو الموضوع الذي من أجله بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل. وهذه المسألة أي زول فينا يا أخواننا بيحتاج لها، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر بهذه المسألة الأنبياء، ربنا سبحانه وتعالى ذكر بهذه المسألة الأنبياء ونبههم إلى أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا، كما قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأي واحد فينا أخواننا هو محتاج، إذا كان هؤلاء الأنبياء وهم سادات الأنبياء أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى وعيسى، ثم نوحا، ثم بقية الأنبياء والمرسلين. فربنا ذكر ووصى أعظم نبيين وهما الرسول صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام بهذه الوصية. لماذا يا أخوان؟ ليه؟ أولا لأنه ده الموضوع عن ربنا خلقنا من أجله. ربنا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء ونظراء. وغير من الآيات ربنا قال: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فده يعني أعظم أمر، وكذلك به يكون اسم الإيمان واسم الإسلام، لا يكون إلا بالتوحيد، وكذلك يكون به صلاح عمل الإنسان في الدنيا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم شنو أيكم أحسن عملا. وربنا سبحانه وتعالى قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فدي أخواننا وصية مهمة جدا، ونحن بنحتاج ليها خاصة في الأزمان المتأخرة لانتشار الشبه والباطل. فلابد يا أخواننا الإنسان يذكروه. ربنا قال: وذكر فإن الذكرى تنفع منه المؤمنين. فكون يا أخواننا الإنسان يذكر بالتوحيد، ده ما معناه اتهام له بشنو؟ بالشرك. مش يقول لك يا أخي أنت مالك، يا أخي مالك معانا، ما نحن لا مشينا قبة لا هنا. فده يا أخواننا من باب شنو؟ من باب التذكير. وهذا ينفع المؤمن، يزيد به إيمانه ويقوى به إيمانه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بذلك، أفضل البشر بعد الأنبياء الصحابة رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيوصيهم بشنو؟ كان بيوصيهم بالتوحيد. ولذلك أخواننا الإنسان إذا أراد أن يموت على هذا التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله شنو؟ دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أبو هريرة قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: لقد ظننت
أي أيقنت أن لا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك، أو لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. فبرضو عندها شنو يا أخواننا؟ عندها شروط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. لكلها فضائل للتوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى، حديث أبي ذر الذي هو في الترمذي وحسنه الألباني، قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أي مهما دعوتني ومهما رجوتني غفرت لك على ما كان منك، أي من الأعمال المعاصي والمنكرات. قال ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. الشيخ ابن عثيمين قال بقرابها، بقراب الأرض، إما ملءا أو وزنا أو حجما، يعني قدر الواطة دي، سواء كان ملء أو كان حجم أو كان وزن، بشرط شنو في الحديث؟ قال شنو؟ ثم لقيتني شنو؟ لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي قول الله عز وجل في التفسير لما ترجع البخاري وغيره، في قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة. جاء ناس من أهل الشرك، حديث ابن عباس، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد زنوا فأكثروا وسرقوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، يعني الحاجات دي عملها شنو؟ عملها كثير يعني. فقالوا إن الذي تدعو إليه حسن، لو علمنا أن لما عملنا كفارة. قالوا لو عرفنا إنه الحاجات الكثيرة المعاصي دي لو عرفنا إنه عندها كفارة الإسلام ده سمح. فنزل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ونزل أيضا قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون إلى آخر الآيات. فدي كل أخواننا من فضائل التوحيد. ولذلك الشرك يحبط العمل ويفسد ويبطل. ربنا في الآية قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن شنو عملك. وعمل الأنبياء ما زين يا أخوان. النبي لما يقول كلمة واحدة هذه الكلمة فيها من الإخلاص ما فيها، وفيها من القبول ما فيها. الأنبياء بيعملوا الأعمال الصالحة وأعمالهم مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وأعمالهم مضاعفة، وعندهم النفقة والجهاد وغير ذلك. بعد ربنا قال للأنبياء لو وقعت في الشرك أنا بحبط أعمالكم وأبطلها وأفسدها وأذهب أجرها. طيب الشرك ده شنو؟ العلماء قالوا الشرك مأخوذ من الكلمة في اللغة العربية التي تعني الجزء والنصيب وهذه المعاني، وهو في الشرع تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، يعني حاجة حقت ربنا سبحانه وتعالى هي حق خالص لله. نقوم نقول فلان سواء كان نبي أو كان ملك
أو كان مثلا صحابي أو غيره من الصالحين، أو كان جن، أو كان شيطان من شياطين الإنس والجن. نقول الإنسان ده برضو عنده نفس المسألة دي. مثلا نقول إنه ربنا سبحانه وتعالى بيعلم الغيب، زي ما ربنا قال شنو؟ ها؟ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، مش تاني؟ قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، غير من الآيات. بعد ذلك نقول لا، برضو الأولية برضو بيعلم الغيب. كده بنكون شنو؟ جعلنا الولد شريك لمنه؟ لله سبحانه وتعالى. وأبسط أو أوائل السورة التي يحفظها المسلم مما يفتح عينه على الإسلام تبطل هذه العقيدة. ربنا قال قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له شنو؟ كفوا أحد. ودي أخواننا صميم دعوة الرسل. والرسل شوف الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، الآن الناس بتقرأ في السير وتجي مناسبات عند الناس معظمة تلقاهم بيقروا في السيرة وإنه النبي صلى الله عليه وسلم عانى ما عانى في الدعوة وأخرج من مكة وجاهد في بدر وفي أحد وفي الخندق وغيره من الغزوات، والنبي صلى الله عليه وسلم أدمي عليه الصلاة والسلام ودخلت حلقة المغفر، يعني الطاقية بتاعت المحارب من حديد دخلت في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته الأسنان البيجاي ديل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم أدموا وجه نبيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في المعارك الكثيرة ويوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر والحجرين. السؤال المنطقي، الكلام ده كله في شنو؟ ده في شنو يا أخوان؟ ها؟ ده كله كان في شنو؟ ده كله لأنه قال لهم ها؟ قولوا لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غير. الإنسان إذا نادى ينادي الله، وإذا داير ولد يسأل الله، وجميع أموره تكون عند الله سبحانه وتعالى. وهنا يا أخواننا ما في إساءة لزول، لأنه الآن بيحاولوا يصوروا لك إنه ده إساءة وكده وكده، ما في إساءة. بل إنه لما أقول فلان ما عنده الحاجة دي ما فيها إساءة له، بل إنه أنا أنزلت منزلته. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لما يتكلم عن موضوع التوحيد بيبين إنه مختص براه وحده لا شريك له بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وهذه الأمور، ومع ذلك يبين أن الذين عبدوا من دون الله سواء كانوا صالحين أو غير صالحين يبين إنهم ما عندهم حاجة مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده شوف سبحان الله بعد مرات بتلقى آيات، مثلا في سورة آل عمران النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على قبائل من المشركين، القبائل ديل قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم دارين نسلم، رسل لنا ناس يعلمون الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم رسل معاهم خيار الصحابة، ديل من الخيار. أنس بن مالك قال كنا نسميهم القراء، يحطبون بالنهار ويقومون الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسلهم يعلمهم الإسلام فغدروا بهم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقنت عليهم شهرا كاملا يدعو عليهم. فربنا سبحانه وتعالى نزل الآية قال ليس لك من الأمر شيء. الآن تمسك الكتب بتاعت الصوفية يقول لك الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، وربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. فشوف الكلام ده كيف. ولذلك يا أخواننا المسألة المهمة المفروض الناس يركزوا عليها مسألة التوحيد. زول ما عنده توحيد ما عنده أي أعمال صالحة، ولا عنده درجات، ولا عنده حسنات، ولا يرجو شيئا مما يرجوه الناس يوم القيامة، لأنه ضيع أهم حاجة، ضيع رأس المال. تاجر ضيع رأس المال، تاني ما يفتش للربح. ناس الشهادة بقول لك ده زول قاد، دي مادة أساسية مش ده ما بشيلوك انت في شيء، ما بكون عندك شهادة صح،
ده قاعد دي مادة أساسية. وإن كان هنا في الدنيا ممكن تعيد وكده أو تجيب درجة أكبر، لكن الآخرة هناك أنت ما عندك شهادة. ولذلك يا أخواننا دي مسألة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرطين. أول حاجة الزول يقول شنو؟ لا إله إلا الله. وبعديها تاني شنو؟ يكفر بما يعبد من دون الله. ما معنى يكفر بما يعبد من دون الله؟ يعني يقول مثلا فلان كافر اللي بيعبدوا من دون الله؟ لا، المقصود شنو؟ إنه جوه كده يعتقد بقلبه إنه العبادة الصرفوا له ودي عبادة شنو يا أخوانا؟ عبادة باطلة. ليه؟ الدليل شنو؟ ربنا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن عيسى عليه السلام، عبد النصارى عبدوا عيسى، عبدوا عيسى من دون الله عز وجل. ربنا وصف لهم عيسى ووصف أمه بصفات، وصف أمه بصفات لا يمكن أن يكون من اتصف بهذه الصفات إلها أو أن يستحق العبادة. ربنا قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. العلماء قالوا كانا يأكلان الطعام، أي أن الذي يأكل الطعام يحتاج إلى إخراجه. هل ده بيستحق يا أخواني يعبدوا مع الله؟ زول تلقاه بيحبوا له، بيحبوا له وبيتمسحوا به وكذا، وزول تلقاه بياكل وبيمشي الحمام، بيشيل بريق ويمشي الحمام. انا اعبد لي زول في بطنه في عفن ولا جوا بطنه ده في شنو؟ ولذلك يا اخواننا شوف القران ده، القران يدعو ويربط الناس بالله عز وجل. ربنا قال: الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. موضوع جنو ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. دي بعض الكلمات، وإن كان المقام يطول بعدها ممكن نفتح فرصة للأسئلة أو الاستفسارات. سؤال أخونا جزاه الله خير: هل المشرك عنده توبة؟ نعم يا أخوانا، بآيات كثيرة من القرآن وأدلة من السنة. من الآيات، الآية اللي قريناها قبل، ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أهل الآية قال شنو؟ إلا من تاب، إلا من تاب. البتوب ربنا شنو؟ توب عليه. وربنا قال: قل للذين كفروا ينتهوا شنو؟ غفر لهم ما قد سلف. وربنا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله يستغفرون والله غفور رحيم. وربنا قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. الحسن البصري قال الآية دي من أرجى الآيات، قال: لا، قال انظر كيف قتلوا أولياءه ثم هو يدعوهم إلى التوبة. ديل قتلوا المؤمنين كان بيحفروا لهم شنو؟ أخاديد، يحفروا لهم أخاديد ويولعوا فيها الحطب والنار، مش بيدفروا. يقول لك امشي اقع، ده الإيمان في الزمن داك. شوف شوف حال حال الإيمان كيف الزمن داك والليلة حاله كيف. هنا ما بيحفروا لك، هنا بس بيجيبوا لك قصيدة شركية في التلت ناديهم قوموا صيح ليهم أبقى منهم وليهم خلي الحمال عليهم براو بيمشي نط يبقى منهم، ده طوالي بيمرق برا الإسلام. بعد ده ربنا تاب عليهم. وأدلة كثيرة جدا يا أخواننا المشرك عنده توبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. في حالتين يا أخواننا التوبة ما بتنفع، إذا طلعت الشمس من مغربها وإذا شنو؟ بلغت شنو؟ الحلقوم. طيب في دليل إذا طلعت الشمس من مغربها، هذا الدليل اللي سمعناه الآن صحيح مسلم. وليست التوبة، أيوة، من سورة النساء ربنا قال: وليست التوبة للذين
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالإنسان إذا تاب قبل ما يغرغر كده توبته شنو يا أخوانا؟ مقبولة. دي إذا كان الإنسان ما بيدعو للشرك. أما إذا كان زي الشيوخ بتاعنا الصوفية الآن زي ناس البرعي مثلا أو الإزيرك أو غيرهم من دعاة الشرك والكفر، فده يلزم في التوبة إنه يا أخوانا يقول للناس يا ناس أنا نشرت كتب وكده والكتب دي باطلة والكلام ده شرك وأنا أتوب إلى الله، وما في غير الله بيعلم الغيب ولا بيدي الجنة ولا إلى آخر، فيبين الباطل القديم ويتوب منه، كده تعتبر توبة. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال إلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وشنو وبينوا. فده بيشترط فيه شرط زائد اشترط القرآن إنه لابد شنو يا أخوانا يبين ويصلح. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ زي البرعي والمكاشفي والصوفية ديل هم نشروا شرك، لكن طبعا الناس ديل ماتوا، وزول الميت ده طبعا ما يجوز الكلام فيه انه زول ماتوا. طيب العلماء قالوا الإنسان إذا مات وكان عنده شرك أو باطل أو غيره من الباطل وما كان إنسان بينشر أو ما مات ذاته وما كان بينشر الباطل ده بين الناس، ده شنو؟ ده يستر، ده يستر، بتنصح براه لكن ما بتمشي تتكلم عنه في المساجد وكده زي ما نحن بنشتغل في الحلقات وفي غيره. ليه؟ لأنه ده يعتبر من نشر الفاحشة بين المؤمنين. كلام ده قاله الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغيره. أما إذا إنسان نشر باطل بين المسلمين وأثر فيهم ده لابد من تذكر، وده كونه مات ما يعفيه شنو يا أخواننا؟ ما يعفيه من بيان ما عنده من الباطل. الدليل على الكلام ده شنو؟ مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازتين، حديث أنس الذي رواه عن عمر رضي الله عنه، حديث الصحيحين، قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازتين فأثنى الناس، والجنازة دي أخواننا شنو؟ ذول ميت مش؟ قال فأثنى الناس عليها شرا، الأولى مرت فأثنى الناس عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، والثاني أثنى الناس عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. والعلماء ألفوا مؤلفات يا أخواننا في المسألة دي. الآن الإنسان يا أخواننا إذا زول يتقدم لأخته أو لبيته أو لخالته أو لقريبته، أنت بتعرفني مثلا أنا زول ما كويس ما بصلي، أو مثلا زول بتعبنقه، أو زول معروف مستهتر ما مسؤول، يعني لو اتزوجته ممكن شنو؟ ممكن ما أصرف على المرأة دي، عرفتها؟ وجيت اتقدمت لأختك وانت مشيت سألت زول قلت لها فلان يا أخي زول ده صاحبك كيف؟ يقول لك لا ده غيبة، كلام ده ما بيجوز. ولا بتقول له ده زول كده ده زول كده ده زول كده، مش بتبين له؟ ليه؟ لأن يا أخواننا ده يسمى نصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. وإذا كان العلماء قالوا ده إنسان في الزواج في الدنيا فكيف بأمر الدين؟ ده ممكن يمشي يتزوج وبيكون بتعبنقه بعد يومين يتوب، صح ولا ما صح؟ ممكن يكون ما بيصلي ربنا يتوب عليه يرجع يصلي وهكذا. لكن الإنسان إذا نشروا له عقيدة سيئة ده أسوأ الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام جابوا الحديث البخاري برضو، استاذن عليه رجل، استاذن قال داري يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة. لأنه في ناس بيقول لك ده من الغيبة، العلماء قالوا هذا من الغيبة الجائزة وقد تكون الواجبة، كما قال الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين وفي كتاب الأذكار وأيضا في شرحه على صحيح مسلم، وكذلك قال الإمام البخاري في كتابه الصحيح، وفيها مؤلفات كثيرة جدا. فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل حديث عائشة رضي الله عنها
ألان له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام. فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله، لما استأذن قلت ما قلت. قلت شنو؟ بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألنت له الكلام، فقال: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه، أو قال اتقاء شره. فهل في ذول يا أخواننا بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيغتاب؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم بيغتاب يا أخواننا؟ ما بيغتاب ده، لكن يعتبر شنو؟ يعتبر نصيحة. أنت الآن مشيت للقاضي، زول مثلا شال منك حق من الحقوق حقتك، والقاضي قال لك دمنه، تقول له: والله يا أخي، الله، أنا بس دار ألاقي الله وما داير مسلم أكون اغتبته. الكلمة دي صحيحة ولا ما صحيحة؟ صحيحة. لكن هل ده بيعارض إنك دار تلاقي الله سليم؟ ما يعارض، لأنه ده حق لك. ربنا قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فدي أخواننا كلها شنو؟ ده ما يعتبر من الغيبة. وأدلة كثيرة ذكرها العلماء، حديث فاطمة بنت قيس صحابية جليلة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا الجهم خطبان، اتقدموا دارين يتزوجوني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له. صعلوك معناه فقير. وأما أبا الجهم فكان لا يضع العصا عن عاتقه، كناية عن السفر، أو أنه كان يضرب النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذين الصحابيين بصفة لا يرضيانها، ما بيرضوا، صح ولا ما صح؟ وفي غيبتهم، فهل نقول ده غيبة يا أخواننا؟ ده ما بنقول غيبة، ولكن هذا من باب شنو؟ النصيحة. شوف الليلة زي ديل مثلا، نديك نموذج، وحجيب النور البراق ده، ده في الصفحة بتاعت 124. قال الشيخ بيتكلم عن نفسه، قال: أنا الإمام المبين العالم العلم العقل النزيه الشبيه الشامخ العالي السيد السند الطود الذي سجدت ملائك الملك الأعلى لإهلالي. قال ملائكة الله، الإهلال هو شنو يا أخواننا؟ والبداء في الظهور، مش قال بس مما بديت أصهر كده ملائكة الله سجدت لي، لسه ماش قدام. قال: ما زلت أرتع في ميدان طاعته وذكره أبدا في كل أحوالي، مراقبا ذاته في كل مرتقب، حتى ظفرت بما راغبت في بالي، فكنت عين وجود القدس في أزل. معناه شنو الكلام ده؟ الأزل معناه شنو؟ معناه القديم يعني. وعين وجود القدس معناه منو؟ أنا بيتكلم عن إنه هو الله، لسه جايك الكلام أصرح من كده. يسبح الكون تسبيحا لإجلالي، والكون بيسبح بحمد من؟ بحمد الله. وهنا الياء يا منو؟ يا المتكلم، معناه الله منو؟ الختمي ده كتاب الختمية نور البراك. قال: فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعتي مستهلك بالي، إلى أن يقول، قال: فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب وإشكال. ودي أخواننا دعوة للشرك، وربنا قال: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. قال: لو جاتني مصيبة، ربنا قال: أما يجيب المضطر إذا دعا، ما بناديك أنت. فده شوف بيدعو المسلمين للشرك كيف. قال: أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. الكتاب ده لو مشيت المسجد بتاع المرغنية في سيمجني بحري، لا يسمجني حلة خوجلي ولين، أي فبتلقى الكتاب ده بيدوك له، ممكن يدوك له هدية ذاته. فده يا أخواننا كفر عجيب مرة واحد، والله تخش النار بكلام زي ده، وغير من الكفر كثير. والله تقرأ كلام الصوفية ده غير الكلام الما مفهوم، جيب بتعوينه الأوراد الكبير، الدعوة البرهتية، كلام غريب ذاته. صفحة 116 قال دي دعوة علمها لناس، وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقسمت عليكم وأزجركم وأحلفكم بالله وأستعين عليكم بالله وبأسمائي وآياتي وقوتي وسلطاني، وأدعوكم إلى طاعة الله وأسمائه وذكره وعهده المأخوذ عليكم من سليمان بن داود عليهما السلام، والميثاق الغليظ الذي عاهدكم به عند باب الهيكل الكبير. أنت كنت قاعد مع نبي الله ولا إيه؟ شوف الكذب ده كيف. دي أخواننا الصوفية كده، ده المنهج تاع الصوفية. قال: ببابل فلا تخونوا عهد الله وميثاقه أيتها الأرواح الروحانية العلوية والسفلية وخدام العهد الكبير، بحق ما تلوت عليكم وما أتلو عليكم، وهو برهتية 2، كرير 2، تتلية 2، طوارن
اثنين مزجل، اثنين بزجل، اثنين ترقب، اثنين برهش، اثنين غلمش، اثنين خوطير، اثنين قلنهود، اثنين برشان، اثنين كظهير، اثنين نموشلخ، اثنين برهيولا، اثنين بشكيلخ، اثنين قزمز. انا ما اريد الحلاوه الصغيره دي كلها. قال قزمز اثنين، انغلاليط اثنين، قبرات غياها كيدهولا. انا ده هندي ولا ده. قال شما خير هير، شمهها هير، شمهها هير هور، رب النور الاعلى، غيطال غيطل، فلا اله الا هو رب العرش العظيم. هم نوزاته. فدي اخواننا دي الصوفيه كده. فدي اخواننا دي دعوه للشرك والضلال. زول زي ده لابد يا اخواننا من الكلام فيه. وده الغاشي المسلمين. احنا زمان كلنا كده. انا زمان غشونا التجانيه كمان. فواحد اداني دعاء كده اسمه الدعوه شنو كده ما عارف. انا كل اسبوع قاعد اقراه. قال كان خلاص ما قدرت، قال تقراه في العمر مره. قال اذا قريته اذا مت اول حاجه ما عندك عذاب ومن السبعين الف، وبعد ذاك حتدخل الجنه. في كل جنه بكون عندك سبعين الف في مدينه، في كل مدينه سبعين الف في قصر، في كل قصر سبعين الف في منزل، في كل منزل سبعين الف غرفه، في كل غرفه سبعين الف سرير، في كل سرير سبعين الف حوريه. ما بعرف تاني في شنو زياده، ما بعرف نسيت انا. الميم ايوه. فهي ماشيه كده لقدام. فده اخواننا ده كله شرك. والكلام ده ابو جهل ما كان بيعتقد. فده لازم يا اخوانا الانسان يبعد منه، ويكون زي الانبياء والمرسلين. ربنا قال قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبعد منه، تبعد منه. ليه؟ في ناس يقول لك والله العقائد ده انا عارفها غلط، لكن بس داير يعني اشوف وامشي معاهم وكده. لا، ما بجوز يا اخوان. الا اذا كنت دار تدعوهم للخير وتوريهم بالادله والايات، ده ما فيه اشكال. اما اذا انت قاعد معاهم وماشي معاهم ساكت وطالع ونازل، فده يا اخواننا ما بجوز. ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. ربنا قال حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب لو انا عارضت، ربنا قال انكم اذا مثلهم. ان الله جامع الكافرين. الجبال كان بيستهزأوا، والقاعدين معاهم ربنا يسمىهم منافقين، والمنافقين في جهنم جميعا. ده يا اخواننا موضوع العقيده الانسان يربط عليه وما يكون عنده فيه شنو لعب او مجامله، انه ده اهم موضوع. صلاة الله. ثلاث دقائق. لو في زول عنده سؤال ممكن نخلي اولي والصالحين مختصر على ناس معينه. كده نمشي ونجي. هي ما مختصر على ناس معينه لكن نمشي ونجي. نمشي الصلاه ونجي ممكن. يعني ما شرط الولي انه مثلا يكون عنده طريقه وكذا وكذا، وانما الولي ينتسب الى الاسلام. والولي نوعين، ولي مقطوع بولايته، وده الورد فيه دليل. لازم الكلام ده يا اخواننا الانسان يحفظه عشان تقدر تفهم به الكلام، حتى اي زول لو يتكلم بعدين انت بتقدر تناقشه، تقدر تفهم هو بقول في شنو. الأولياء نوعين، في أولياء مقطوع بولايتهم. مقطوع بولايتهم كيف؟ معناه ورد في حقهم آية أو حديث. الله سبحانه وتعالى قال دي الأولياء، أو النبي عليه الصلاة والسلام قال دي الأولياء. زي من؟ زي الصحابة. صحابة كلهم أولياء. الدليل شنو؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا يعني الأنفق قبل الفتح والأنفق بعد الفتح وكلا وعد الله الحسنى يعني شنو؟ الجنة. وغير من الأدلة التي تبين أن الصحابة يا أخواننا شنو؟ مرضيين، ربنا مدخلهم الجنة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وغيره. وأيضا السنة. كذلك في ناس يا أخواننا ما من الصحابة الأدلة جاءت بأنهم شنو؟ أولياء. زي أويس القرني ده من التابعين في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عمر، قال لي ويس القرني رجل من أهل اليمن
كان عنده برص فبرئ إلا موضع درهم له أم هو بار بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى عمر رضي الله عنه إنه إذا لاقى أويس يقول له يا أويس أدعو لي الله، مع إنه الأفضل أويس ولا عمر؟ عمر رضي الله عنه. فدولي ليه؟ ليه ولي؟ لأنه جاء في حقه دليل، جاء في حقه دليل من الكتاب أو من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالورد في حقه دليل. كذلك مؤمن آل ياسين ولي ولا ما ولي؟ ولي. مؤمن آل فرعون ولي ولا ما ولي؟ ولي. زيد بن عمرو بن نفيل ولي ولا ما ولي؟ ولي. دين ليه؟ لأنه جاءت نصوص في حقه، جاءت نصوص في حقه. في ناس يا أخواننا عندهم ولاية ظنية، والعلماء ما بيقطعوا لهم بالولاية، زي ال اجتمعت الأمة على صلاحهم، زي الإمام مالك، زي الفضيل بن عياض، الأئمة الأربعة، ديل ما بيقطع بشنو يا أخوانا؟ بولايتهم، ولكن يقال إنهم يحسبهم من الأولياء ومن الصالحين وكذا وكذا. والدليل على ذلك ما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير سورة البقرة تقريبا الآية 34. الإمام القرطبي قال من الفوائد المستفادة من الآية، قال المسألة التاسعة، قال علماؤنا أنه لا يقطع لأحد بأنه من أولياء الله، لا يقطع لأحد بأنه من أولياء الله، لأنه لا نستطيع أن نجزم أنه يموت على حسن الخاتمة. عشان تقول الزول ده ولي جد لازم أنت تعرف شنو؟ إنه يموت على حسن الخاتمة. وقال لما ما كان عندنا دليل على إنه حيموت على حسن الخاتمة أو لا، قال شنو؟ قال ما بنجزم لإنسان بشنو؟ بأنه ولي. ده من المسائل المهمة في الأولياء. من المسائل المهمة أيضا في الأولياء إن أخوانا الولي ما شرط يكون معصوم، ما شرط الولي يكون شنو؟ يكون معصوم، ولا شرط الولي يكون من نسل معين. الآن أنت لو دار تعرف الأولياء في الختمية لازم يبقى اسمه فلان ودعلان المرغني. لو دار تعرف الأولياء في التجانية لازم يكون فلان التجاني، في القادرية، في السمانية، وهكذا. وده أخوانا باطل في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله عنها، قال لا يأتيني الناس بأعمالهم يوم القيامة فتأتوني بأحسابكم فأقول لا أملك لكم من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وغير من الأدلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به. بطأ به عمله معناه شنو؟ معناه ما عمل أعمال توديه إنه يدخل الجنة، ده بطأ به شنو؟ عمله. لم يسرع به نسبه، يعني كونه إنه مثلا من آل البيت أو كذا، ده ما يكفي إنه شنو؟ إنه يدخل الجنة. فده برضو يا أخواننا من المفاهيم المغلوطة في الولاية. حصر الولاية في ناس معينين هذا تحكم منهم في القرآن والسنة. ناس بيتحكموا في الكتاب والسنة وبيلعبوا من غير دليل، بل الإنسان ما عارف نفسه ذاته. ابن عمر رضي الله عنه قال لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لدعوت الله أن أموت. قال لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فده أخواننا أول حاجة يدل على جهل، اثنين يدل على إنه ده إنسان ما خايف من الله، وإنه يعني إنسان كأنما هو ناجي. وده ما حال الأولياء يا أخي، الأنبياء بخاف، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بيخاف. ربنا قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا شنو؟ رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بعد ده كله دار يصل للكلام، دار يصل لشنو؟ دار يصل لإنه إنه ما دام هو ولي معناه يسوي الدائر. وده الأصل له الصوفية في كتاب رياض الجنة ونرد جنة للبرع، قال وإذا ألفيت منكرا في قولهم أو فعلهم لمحرم. يعني لو شفت في قول الولي
الصوفي أو فعله شي حرام، بيشرب مريسة، بيزني كذا كذا، قال أول بفقه ما تشابه منهم تأويل خير مؤول ومترجم. ما تقول الزول ده بيشرب في مريسة، ولا تقول الزول ده بيعمل كده. أخوانا الكلام اللي بقوله ده كلام من كتب، ودي عقائد حقتهم. قال أول تأويل خير مؤول ومترجم، قال يجدون لمس الأجنبية. هم عارفين الكلام ده حرام، إنه تصافح مرة بجوز لك الزواج منها، يعني مرة بتخالتك بتعمتك بتعمك بتخالك، ها دي الكل ما بيجوز الإنسان يصافحهم. البرعي هو عارف، ها قال قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يصافح، وأقره البرعي. ما هو داري يضرب لك مثل على إنه المحرم في حق الأولياء أنت أوله، هو وقع في حرام إنه قام صافح على أجنبية، قال لك يجدون لمس الأجنبية، يعني هو مغير إنه شنو؟ إنه حرام. داري يضرب لك مثل للقاعدة حقته، قال يجدون لمس الأجنبية إن صافحت يدهم كذات المحرم، بيشوفها زي أخته وزي عمته، وده باطل بإجماع الأئمة كلهم. أو هو ما راجل، أنا بكلمك بصراحة، أنت ما شاد حيلك ولا كلامك باطل. فده كل أخواننا من اللعب بالدين. صور لك إنه الأولياء ديل إذا لقيتهم في غلط ما تسألهم، زي ما الكلام اللي بيقولوه هنا ده، ولك قلب البيت ولد، ده كلام البرع. وإنه الشيخ قلب العود مفهوم، وإنه قال إذا قلت هذا قبر أحمد الطيب البشير فلا يعذب ولو لم يكن من أهل الطاعات، يعني بس لما يجي يحفروا قبرك أنت مت تضرب بالأبراصين، أول ضربة تقول هذا قبر مثلا أحمد الطيب، وهو يكون قبر فلان. قال الملائكة ما بتجي تعذبك ولو لم تكن من أهل الطاعات، هذا الكتاب. فده كلام يا أخواننا كفر بالله سبحانه وتعالى، وده ضلال عجيب. ده غير الكلام الثاني، صفحة 21 تقريبا، قال روضة قبرك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفضل من عرش الله وأبرك. ده المنهج بتاع الصوفين. فلازم تعرف إنه ده أشد من كفر أبو جهل وأبو لهب، لأنه الموضوع ده ما كان بغالد فوق أبو جهل، خلقه منه والرزق منه والماسك أموره منه، ما كان بغالته فيه، بل كان مقرين بها. ربنا قال قل من يرزقكم من السماء والأرض في سورة يونس، أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أمن يعني منو اللي بيعمل الحاجات دي؟ ربنا قال فسيقولون الله قل أفلا تتقون. ربنا قال لك الكفار حيقولوا الله، طيب أنتوا ما بتتقوا ربنا سبحانه وتعالى وتوحدوا ربنا سبحانه وتعالى؟ فدي أخواننا ال- 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 الشغل بتاع الصوفية ده شغل بتاع لخبة ساي. والأولياء دي ما محصورة بوظيفة ولا محصورة بحكر على ناس أو بقبيلة أو كذا أو كذا، وإنما الإسلام فوقه إنه الإنسان بيعمل عمل ربنا بوفقك. عمر رضي الله عنه ما أسلم تاني زول أو تالت زول، لكن بعد ده بقى ترتيبه كم في الإسلام؟ الثاني بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ربنا يرفع من يشاء. وهو راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عنده والي، قال له من وليت على كذا؟ قال فلان. قال من الموالي أم من الأحرار؟ قال بل من الموالي. قال من وليت على كذا؟ قال من وليت على أهل الوادي، ناس مكة يعني. قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولا من الموالي. قال وليت عليهم مولا؟ قال نعم. قال أما إني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال ولكنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض. بعد قام روى له الحديث. فده يا أخواننا يوريك إنه الشغل بتاع الصوفية ده، أيوة السلام ورحمة الله، عبارة عن قلبي للإسلام من رأسي إلى عقب. الشغل بتاع الصوفية ده عبارة عن قلبي للإسلام من رأسي إلى عقب. ده كله من باب الباطل ما كان بغالته فوقه حتى المشركين الأوائل. جزاك الله خير. أيوة مسألة الكرامات، طبعا يا أخواننا الكرامات موجودة ولا تنقطع إلى يوم القيامة، إلى ينقطع الأولياء ما بتنقطع الكرامات. طيب هل يشترط للإنسان الولي إنه يكون عنده كرامة؟ أول حاجة مفهوم الكرامة في إن فقط الخارق للعادة، هذا أيضا من القصور في الفهم، لأنه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أعظم كرامة لزوم الاستقامة، أعظم كرامة لزوم الاستقامة،
يعني أعظم الكرامات يا أخواننا اللي أنت تستفيد منها، الكرامة هي شنو؟ أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويرفعك. أعظم كرامة هي لزوم الاستقامة. ما يلزم أنه يا أخواننا الإنسان عشان يبقى ولي إلا يبقى عنده شنو؟ عنده كرامات. عشان كده العلماء قالوا الكرامات في التابعين أكثر من الصحابة، لأنه الإنسان الإيمان أقوى ما يحتاج إلى الكرامات، لأنه الكرامات بتأتي لشنو؟ ها؟ عشان تثبت الإنسان، هذا الإنسان تثبته على الدين. عشان كده قالوا العلماء قالوا الصحابة ما كان فيهم كرامات أكثر أو أكثر زي ما كانت في التابعين. ليه؟ لأنه الصحابة أصلا ثابتين والإيمان راسخ في قلوبهم، فما احتاجوا إلى شنو؟ إلى مثل هذه الكرامة. وما نقل عن عمر أكثر مما نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك مقام أبي بكر الصديق أعظم من مقام عمر رضي الله عنه، لا شك في ذلك. تفصيل في الكرامة لا هذا شيء، الكرامة دي شنو يعني؟ مثلاً زول اللي يطير مثلاً كذا هاي اللي يعني. الكرامة العلماء قالوا زي ما قال الشيخ الفوزان قال هي أمر خارق للعادة. بعدين أنت تنبه للتعريف ده. قال يجريه الله على يد ولي من أوليائه بسبب طاعته إكراما له أو نصرة للدين، أو نصرة للدين. شيء خارق للعادة، ما خارق للشريعة، خارق للعادة وليس خارق شنو؟ للشريعة. يعني مثلا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، كذلك هذه حصلت لخبيب، مش خبيب، حصلت له لما مشى في السرية المعروفة وغدروا به المشركين وجابوه مكة عشان يقتلوه. فخبيب رضي الله عنه قاعد في 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 مكان مسجون فوقه، وكان مكة ما فيها أي فاكهة، ودخلت عليه إحدى نساء آل هذا الذين يريدون قتله، فوجدت في يد خبيب قطفا من عنب، يعني عنقود كده من العنب. قالت وما بمكة يومئذ ثمر. فدي حصلت كرامات، ده خارق لشنو؟ ده بعارض الدين؟ ده ما بعارض. لكن كده مثلا أديك نموذج من هنا من الكرامات الموجودة هنا. قال قال له سلم يا ولد، صفحة 41، القلب البيت ولد، ده البرعي ودي صورته ذاته، جابين نغاتس في موية وكده. طيب قال أورد هذه الكتابة الكرامة صاحب الأزاهير إلا أنه نسبها إلى الشيخ يعقوب بن أحمد الصليحابي تلميذ الشيخ أحمد الطيب، حيث قال كان للشيخ يعقوب رضي الله عنه تلميذ وله 6 بنات، فشكى له يوما عدم الولد الذكر، فأمره أن يحضر عنده بعد صلاة الصبح من يوم الجمعة واحدة من بناته، فأحضر من اختارها منهن في الوقت المذكور، فمر يده عليها. شوف ذات بادية بشنو؟ إنه بيهبش له شنو؟ مرة دي معناه شنو؟ معناه مسح من فوق لتحت. دي أول مخالفة. يعني أقول المصافحة بالجوز، قال لك تمر يدك من فوق لتحت دي مصافحة سي؟ طيب قال فمر الشيخ يده عليها تاليا قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب. قال فقلب الذكر من حينها، وقد عاش ذلك الولد نحو من 55 عاما، وخلف بعده ولدا يدعى أبي ورق، وهذه الكرامة مشهورة في بلادي أوضح من نار على علم، ولولا وقوفي على صحتها لما سطرتها هنا. معناها الآية بتاعت لا تبديل لخلق الله دي نقوم نشطبها عشان خاطر السمانية وعشان خاطر البرعي وعشان خاطر عيون الصوفية. فده يا أخواننا ده كفر بالله، دي ما بتكون كرامة، دي لأنها شنو؟ مخالفة للدين. دي مسألة. المسألة الثانية في الكرامة ينظر إلى صاحب الكرامة. أول حاجة ينظر لحاله، هل هو مستقيم على الكتاب والسنة أو لا؟ زول تلقاه قاد عقيدة ثانية ما تعايل لأي حاجة. لو كان بيحج في السنة 4 مرات، مش الحج في السنة مرة واحدة، لو بيحج 4 مرات وبيعمر وبيطعم المساكين وبيمرق ميزانية السودان كامل وعمل أسفلتي فوق الزلط وتحت الزلط وفوق البحر وجوه البحر، عرفتها؟ وعمل أي حاجة صالحة، أي حاجة عملها صالحة، ومع ذلك عنده شرك من الشركيات، يدعو الناس إلى دعاء غير الله، أو يعتقد أنه الأولياء بيعلموا الغيب أو غيره من الشركيات، يا أخواننا ما ولي. عشان كده الشافعي
رحمه الله أثر عنه أنه قال: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء قال فلا تغتروا به حتى تعرضوا حاله على الكتاب والسنة. أي حاجة لابد من أنها تعرض على شنو؟ الكتاب والسنة. إذا دي عرضنا على الكتاب والسنة لقينا مخالفة ده يا أخواننا شنو؟ ما كرام. الزول ذات حاله هو ماشي كيف؟ ماشي كيف؟ ماشي بالشرك وبالبدع والضلالات ويحيي في الموالد وغيره من الأعياد المبتدعة، ده أخواننا شنو؟ هذه لا تعتبر من الكرامة. وإلا الخوارق، لو قلنا بس أي خارق هو كرامة، الآن بتلقى في سحرة بتلقاهم بيأكلوا في النار، تلقى واحد مثلا يغشك تلقاه يجدع راسه كده ويدردقه كده، فدي خوارق لشنو؟ خوارق للعادات. لكن هل هي كرامة من الكرامات؟ ليست كرامة من الكرامات. ايوه تفضل. الدعاء بعد الصلاه يا ايوه على الصلاه يا جماعه. ايوه الدعاء بعد الصلاه يا جماعه يا اخواننا ومن البدع. السنه بعد ما الانسان ينتهي من الصلاه يقرا الاذكار المعروفه: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والكرام، وبقيه الاذكار. يعني هي بتلقاها في حصن المسلم في غيره من الاذكار. اما الدعاء جماعه بعد الصلاة ده أخواننا من البدع، والعلماء ألفوا فيه كما ألف الإمام الشاطبي كتاب الاعتصام، كتاب كامل. الكتاب ده مقدمته الإمام الشاطبي، قال جوني ناس من أهل المغرب وقالوا عندهم إمام، قالوا لو أدعو لنا جماعة، الإمام قال لهم ما بدعو لكم لأنه ده شيء ما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقاموا اختلفوا واحتكموا للإمام الشاطبي. قام الإمام الشاطبي ردا على هذا السؤال ألف كتاب كامل وبيّن فيه من الأدلة من الكتاب والسنة ومن قواعد العلماء إنه ما بيجوز هنا يا أخوانا الدعاء شنو؟ جماعة. ودي قاعدة أنت خدتها عندك. أي عبادة الأصل فيها التوقف. توقف معناه شنو؟ معناه لو ما عندك دليل ما تعمله، بخلاف المعاملات. الأصل فيها الحل. يعني مثلا أنا خشيت السوق، الاصل انه انا اشتغل لغايه ما تجيب لي دليل انه دي شنو؟ حرام. الدليل شنو؟ ربنا قال هو الذي خلق لكم، هو الذي جعل لكم ما في الارض جميعا منه، والذي سخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه، والذي سخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه. ربنا قال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي واليه النشور. فالعلماء قالوا في المعاملات الأصل فيها شنو؟ الحل. يعني أنت بتفتش عن دليل دار تعمل معاملة تخوض فيها، إلا إذا كان عرفت إن الربا مثلا، أو عرفت إنه فيها غش، أو عرفت إنه فيها بيع حرام، أو غيره من الأمور المعينة البسيطة المحرمة. والغالب فيها شنو؟ غالب فيها الحل، بخلاف العبادات. العبادة لو ما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أثرت عنه لا تعملها. وإلا ليه ربنا رسل الرسل؟ رسلوا ليه؟ عشان يورينا نعبد الله كيف. طيب وكيف انا بعبد الله براه يعني، ما هي فائده ارسال الرسل؟ ما في فائده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عائشه: من عمل عملا ليس عليه امرنا، عمل يعني عمل شرعي، صلاه، زكاه، ذكر، تلاوه قران، غيره، ليس عليه امرنا فهو رد. رد معناه شنو؟ معناه غير مقبول ومردود على صاحبه. وفي روايه: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب شوف في فائدة في الروايتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. يعني زول بيجيب له حاجة من راسه ويقول ده دين وهي في الإسلام ما في، ده يعتبر شنو؟ مردود. طيب قد يكون عمل في أصله فيه، مثلا زي السؤال الدعاء يا أخواننا فيه ولا ما فيه؟ في بعض المواطن الدعاء الجماعي مشروع ولا ما مشروع؟ مشروع. زي شنو؟ زي في 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 العيد، قال فيجتنبنا المصلى ويشهدنا دعوة المسلمين، مش حديث في الصحيحين، حديث ام عطية لعل. فده مشروع. طيب اذا انا قمت دخلت فوق قلت يا اخواننا مثلا في العيد قبل الدعاء دارين نقول الاذان،
دار انجر لك دار اوريك انه النجر ما بينفع. اقول لك ليه؟ لانه الاذان بيطرد الشيطان، ونحن في الدعاء ده دعاء المسلمين في العيد ما دارين شيطان، دارين ناس موحدين بس. رايكم شنو في الكلام؟ ها الراي ده كيف رايكم فيه؟ شنو صح ولا غلط؟ ها حاجه كويسه مي ده حرام يا اخوان، لانه ده من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عشان كده يروى عن سعيد بن المسيب انه في واحد بقى يصلي قبل الصبح، اللي هو الرقيبة بعد الأذان الأول، بعد الأذان الثاني وقبل الصبح، بقى يصلي كثير، فنهاه قال لي ما تعمل كده. ده قام دار يتفلسف، قال لي يعذبني الله على الصلاة؟ انتوا كمان ما دارين تخلوني يا ناس؟ شربنا بانجو ما خليتوه، لفينا مع البنات ما خليتوه، نصلي ما دارين تخلونا؟ نخلي لكم الدين ده ولا مش ده حال كثير من الناس يقول لك كده؟ ها؟ قال لا يعذبك على الصلاة ولكن يعذبك على خلاف السنة. ها؟ ما بعذبك على الصلاة لكن بعذبك على شنو؟ خلاف السنة. قال عشان كده العلماء قالوا وأي خير في رأي ترى أنك فيه خير من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ده معناه شنو؟ ده معناه أنا لقيت حاجة الرسول ذاته ما عرفها. هل ده دين يا اخوان؟ عشان كده شوف البدع دي العلماء قالوا فيها تعقيب على الشارع، يعني كانه انت استدركت على الدين انه يا الرسول ما بلغه عليه الصلاه والسلام وحاشاه، او انه انا سبقت فوق شنو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده اخواننا امر البدع ده ما هي، لما تلقى العلماء والدعاة يحذروا من البدع ما حذروا ساكت عن فراغ، لانه ده يلزم فيه الطعن في صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية سبحان الله في مقدمة العقيدة الواسطية من الكتب المهمة جدا، قام قبل ما يقول لهم يا أخواننا العقيدة الصح شنو والغلط شنو، أول حاجة بدأ لهم بمقدمة قال لهم كده في أمور نثبتها، إنه أي حاجة جاتنا عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم دي لابد من قبولها. ليه؟ قال لهم لأنه اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم أمور تمنع أن يغش أو أن يكتم خيرا يعلمه للأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أعلم الناس، قد أنا أكون بحب الخير للناس لكن ما عارف ما حقدر أوصل صح ولا ما صح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم له وأعلمكم بالله. ثانيا قال اجتمع فيه الفصاحة، قد يكون زول عنده علم لكن شنو ما قادر يعبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس. ها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنصح الناس، قد تلقاه زول فصيح وعالم لكن غشاش كذاب يكون دار له قروش فهمت، أو خايف من حاجة ما بوري، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أشفق الناس على أمته كما في أواخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيلزم من هذه الصفات إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما بيكتب. بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الناس، معصوم من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم بيبلغ، ربنا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، ربنا قال إنا كفيناك المستهزئين. سعد بن أبي وقاص في الصحيحين جاء يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، فحرس النبي صلى الله عليه وسلم للصباح، بعد ذاك الصباحية نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم شنو حرسا، لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حرس. ليه؟ لأنه ربنا قال شنو إنا كفيناك المستهزئين. فيلزم يا اخواننا انه زول عبادته تكون على وفق الشريعة، لانه انت بتجي يوم القيامة ما من عمل كما قال العلماء الا وينشر له ديوانان. لما وكيف؟ لما دي سؤال عن الاخلاص، عملته ليه؟ عشان دي الموضة، لان الشباب كلهم الشلة بتاعتي كانوا بيقعدوا معي في الليستي خشوا الجامعة كلهم ما مفهوم يعني، ذاته انا ذاتي كدين اخش معاهم الجامعة نشوف برنامج الجوامع دي كيف والناس دي الحاصل عليها، زول داري يخش مش ده ما خاش له اخلاص، ربنا قال وما امروا الا ليعبدوا الله شنو مخلصين له الدين.
فبيسألوك العمل ده عامله لمنو؟ تسأل. السؤال الثاني كيف؟ كيف سؤال عن المتابعة، هل ده كان على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ولذلك جاء في حديث البراء ابن عازب حديث محفوظ لدى الناس، نزل لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا يقول اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك وأسلمت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعلم البراء ويلقن هذا الدعاء عشان يحفظه، في آخر الدعاء وبنبيك الذي أرسلت، قام البراء قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بنبيك الذي أرسلت، لا بنبيك الذي أرسلت. النبي صلى الله عليه وسلم قال له تقول زي ما أنا قلت، أيوة مع أنه رسول، والنبي والرسول واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مش أي فدي ما فيها يعني. أنت لو جيت أنت لا من منظور الشريعة، لو قلت النبي صلى الله عليه وسلم هل انتقصت من مكانته؟ ولو قلت الرسول صلى الله عليه وسلم هل انتقصت من مكانته؟ لكن الأمور التعبدية دي يتعبد فيها بالألفاظ وبالوقت وبالكيفية، تكون مطابقة لجنو للصفة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للدعاء الجماعي طبعا بقول لك نحن مالكية، مع الإمام مالك كان بيدعو بعد الدعاء الجماعي وبيستدلوا برضو شنو بالآية وقالوا ربكم ادعوني استجب لكم، يعني حسي ما قلت لزول يا أخي دي بدعة يقول لك يا أخي وقال ربكم ادعوني استجب لكم، نحن مالكية والإمام مالك بدعي، يعني عنده دعاء جماعي ولك بالمذهب المالكي. لا لا ما بالمذهب المالكي، الشاطبي مؤلف كتاب من مجلدين، ما في المذهب المالكي. دي مسألة. المسألة الثانية دي مع الآية، الآية صحيح هي آية صحيح أمرت بالدعاء، لكن كيفية الدعاء كيفية الدعاء هذه لا بد فيها من شنو يا أخوانا؟ من المتابعة. المتابعة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لما نزلت الآية إن الله وملائكته صلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما، الصحابة قالوا قد علمنا التسليم فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمهم شنو؟ الصلاة المعروفة. فكون يستدل بالآية عموما، الآية بعموم الآية، هذا لا يفيده، ما يفيده. طيب أنا دار أزن زي ما قلت لك قبل، دار أزين ماله في الأذان، دار أقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان، ماله فيها شنو؟ بدل الأذان دار أقرأ مثلا سورة الكوثر، بدل الأذان ما قرآن، ربنا قال فاصدع بما تؤمر، مش دي آية؟ هل دي بتدل على المقصود يا أخوانا؟ ما بيدل، ده ما موضع. أيوه أيوة صحيح. ثانيا الشيء الثاني، من نص الأركان كان بالعبادة الصلاة، كان بيتجه على القبلة ولا بيتجه يمين ولا شمال؟ يا فوضى ذا. الشيء الثالث، الصحابة اللي قبلوا الأركان على الصلاة ليه ما قبلوا الدعاء؟ فلو كان خيرا لسبقونا إليه. لا كمان. يجز التوبة عن صاحب البدعة حتى يدعى بالعدل، ممكن الكلام ده مشاهد عند هذا البدعة تجد زور المسلمين صلاة حديث زي ما وصف ربنا تعالى. هل الشيخ هل بس نشوف النازل عندهم تاني سؤال عشان احنا كمان ما نشغل عنهم؟ لا ما مشكلة، خليه خط في زول تاني عنده سؤال يا اخواننا. احنا والله سؤال تاني، الشيخ بتكلم عن الصلاة في مسجد فيه قبر، هل تجوز وما تجوز ليه وكده؟ الصلاة في المسجد، بس الناس تصبر علينا شوية يا اخوان، بس ده ان شاء الله اخر سؤال. الصلاة في المسجد الفيه قبر يا اخواننا ما بتجوز، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا الا المقبرة والحمام. حديث واضح ولا ما واضح؟ واضح. من المسجد والغرب ما بيجوز ولا ما بيجوز. في كتاب قيم جدا، كتاب الشيخ الألباني، اسمه تحذير الساجد عن اتخاذ القبور، بس
المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال وفي رواية قاتل الله اليهود، وفي رواية لعن الله اليهود. فدي كل أدلة على تحريم شنو يا أخواننا؟ اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ القبور مساجد. العلماء علماء المذاهب الأربعة قالوا من معاني اتخاذ القبور مساجد إنه الإنسان يصلي في هذه القبور، يصلي في هذه القبور، فدي ممنوعة، ما بيجوز الصلاة في مسجد فوق وقبور. طيب عندنا عالم يعني في الدين مثلا يعني بيدينا دروس بيصلي في المسجد ذاته، وأنا خدت له يعني عبرة لغيره. خلينا نكمل الكلام ده. قلت لي يا شيخ، يا شيخ المساجد المسجد اللي فيه قبر بيجوز فيه الصلاة؟ قال لي والله في من جاء أجازة وفي من يعني قلت لي الأغلب شنو؟ قال لي الأغلب الصلاة ما في. قلت لي طيب أنت بتصلي بتعو صلاتك؟ قال لي أنا داخل المسجد ده لمنفعتي، لأنه لو عرفوني قلت له الصلاة في المسجد اللي فيه قبر ما بيجوز، قال لي ما حيخلوني أتكلم. لا ده ما دليل. ما قلت لي ما هي ما بيصح. قلت لي أتأكد إنه الشيء الحازم إنه ما بصح. أيوة. هو ما قام وقام استدل. أول حاجة الصلاة باطلة، لأن المكان ده ما بيجوز الصلاة فوق، ده من شروط صحة الصلاة. حتى لو كنت جماعة وكنت براكة وغيره ما بيجوز صلاة باطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا شنو؟ المقبرة والحمام. ها لو في ناس مثلا قاعدين شغالين في الحمامات ما بيجوا برضو يمشي يصلي معهم؟ ما بيجوز برضو يعني. سأهلنا أهلنا رقم اثنين يعني نشغل معنا عن التوحيد يعني هم الأشراف قدروا ما ظنوا ما بحدوا الحياة يقولوا لك العلو أول حياة يقول لك فسبتي بتلقون الله في السماء واحد نمر اثنين يقول لك يا أخي الرسول موت هو الله قلت لنا الرسول بتعده زي فلان ده طيب مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون جوا المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم ما مدفون جوا المسجد، كان في حجرة السيدة عائشة وكانت برا المسجد. بعد ذاك المسجد وسعوه الصحابة عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي رضي الله عنهم كلهم وسعوا المسجد النبوي، وزول فيهم دخل حجرة عائشة فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد ما في لغاية ابن عبد الملك. بعد ذاك قام شنو دخل هو وأنكر عليه من بقي من الصحابة، فدفع الزول شنو كما قال الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فده ما فعلوا الصحابة ولا فعلوا العلماء من التابعين من بعض الصحابة. أيوة. أما مسألة التوسل، التوسل أدلة كثيرة جدا. قول لصوفي الآن الإسراء والمعراج، قول لي أنت النبي صلى الله عليه وسلم أسروا به وين؟ يقول لك لبيت المقدس. حرجوا به وين؟ للسماء. وبيقروا المولد هذلي، المولد هذلي قاعدين هاي بيقروا لك هذلي في موجوع مجموعة الأوراد في النور البراق عرفتها وكده تلقاهم بيقروا وعرج به ولقى موسى ولقى إبراهيم عليه السلام وكده. ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم طلع فوق، وبعضهم يقول شاف ربه، وبعضهم بيقول هو الله ذاته زي ما موجود هنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الله موجود هذيله عرفتها. فبعد ده تقول له طيب النبي صلى الله عليه وسلم طلع وين؟ طلع لمنه؟ الصلوات دي فرضها وين؟ إذن الله وين؟ ما دي مثلا ما بيقدروا يا اخي الشحات في الجامع بيقول يا ناس انا ذول مسكين وداير ومرتي وانا والى اخر حاصل لي ارحموا من في الارض يرحمكم شنو في السماء. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا.